طبعا احنا هدفنا الشفاء التام. الشفاء التام يعني انه كل اشي يرجع افضل بكتير من الوضع اللي كان عليه قبل الانزلاق الغضروفي. لما حكيت لكم انه العملية ممكن تطلعوا منها وانا عارف شو بحكي، وبحكي لكم من 30 سنة متابعة ومن 30 سنة عمل مع هذه الحالات، فاسمعوا مني. هلأ وصلنا لمرحلة تحسن 90% بعد انزلاق غضروفي، كان مطلوب منه عملية، تحسننا 90% يعني خلص حركتنا صارت عادية، الألام صارت تروح راحت. بتيجي أمرار لما بدي أقعد أطول في القعدة، أوقف كتير، أعمل حركات غلط بحس فيها. هلا ظلت 10%، كيف بدنا نخلص منها؟ بدك تخلص من اول شيء بدك تزيد موضوع المياه الساخنه، يعني مره في اليوم مرتين في اليوم حمام مي سخنه، وبعدها تدهن لك شويه زيت زيتون، وبعدها تعمل بعض التمارين الاقوى شويه، يعني بدي احرك اكثر، بدي اكرر اكثر، يعني ازيد التكرارات من 10 مرات ل 20 مره. هاي الحركة هي أول حركة بكررها 10-15 مرة، بعدين بدي أحرك على اليمين وبدي أحرك على الشمال كمان 10 مرات، بعدين بدي أحني راسي بالطريقة هاي وأرفع راسي لفوق وثبت في الوضعية هذه 10 ثواني، أحس في ضغط في ركبتي بس أوكي مش مشكلة، هذا إشي كويس. برد بحني حالي وبعمل حركة هاي 10 دقائق، بعيد التكرارات هذه اللي زي حركات السجود لمدة 10 تكرارات، بعدين باخذ لي عصاي بحطها على كتفي بالطريقة هذه، وهذه بدي احرك فيها العمود الفقري اكثر، بدي اميل على اليمين مع الرقبة تكون مايلة، يعني بالطريقة هذه الرقبة بدها تكون مايلة مع الايدين في العمود الفقري، وثبت في الوضعية النهائية وانا راجع لورا، وثبت 5 ثواني ورد ارجع. طبعا بدي اعمل حركة هيك وحركة على الشمال قد ما اقدر، وبدي بعدين اعمل حركات هذه لورا، بعدين بنزل على المنطقة الصدرية. انا بدي لين، انا بدي قوي، انا بدي ارجع كل شيء 10 اضعاف احسن، قامة كويسة، انتهاء من هذه الخشونة. فبدي استخدم العصاي واثني حالي لورا وثبت في الوضعية اللي لورا لمدة 5 ثواني ورد ارجع، اعيد الحركة هذه 10 مرات، بعدين بنزل على اسفل العمود الفقري، بحط العصاي على اسفل العمود الفقري بالطريقة هاي، وبعمل حركة هاي لورا قد ما اقدر مع عملية ضغط في الايدين اللي يدفعوا اسفل العمود الفقري للامام، وانا احني حالي للخلف واضغط. طبعا تمارين تنفسية كمان بتنشط القفص الصدري والرئتين، بس احنا هلا خلينا بهالشمسات شوية نلين، لانه الشمس ضرورية، فيتامين د، حرارة، اشعة تحت الحمراء، هذا حيخفف الالام لحاله وحيخفف الضغط النفسي والعصبي. بكرر الحركات هذه نفس الشيء وانا حاطط العصاي بالطريقة هاي، بس بدي ابعد ايدي شوية، بدي اعمل الحركة هاي واخلي الحركة هاي اكتر فيجي من اسفل الظهر قد ما اقدر، ورد اعمل على الشمال وعلى اليمين 10 مرات بشكل متتالي. طبعا هذه التمارين كلها المفروض نعملها ويكون في الام اخر الحركه، الالام هذه يعني الام ستريتش، يعني بنحس فيها هيك عميقه ناتجه عن الصلابه والخشونه، وهي الالام بتكون موضعيه فقط في العمود الفقري ما بتنزل. اذا حسيتوا في الالام بعد التمارين هاي صارت تنزل على الايدين او تنزل على الرجلين، وقفوا، اذا ما وصلتوا للمرحله هاي لسه. اذا نرجعوا للمراحل البدائيه للفيديوهات السابقه للانزلاقات الحاده، واتبعوا التعليمات هذه. هذه التعليمات فقط للناس اللي انتهوا وظل عندهم 10% هذه، ليكون في شفاء تام من الانزلاقات الغضروفيه الصعبه. ما في شيء صعب، ستكوني بدكم تطلعوا
بس شوية هم شوية هم بس، واعطونا فرصة الثلاث ايام هدول. قديش حكينا لكم اعطونا فرصة؟ غيركم بالالاف اخذوا الفرصة هذه وشدوا حالهم وعملوا بعض التعليمات هاي البسيطة مرة مرتين ثلاثة في اليوم، وطلعوا من عمليات، طلعوا من مصايب، طلعوا من خراب بيوت، بس في شغلات بسيطة. فاجى الوقت انكم تسمعوا يا اخي، وعشان نعطيكم 10% وتبلشوا في 10% هاي اللي ظلت اللي تنهوا من الموضوعات. شكرا لكم، ما بدنا ديسكات ولا بدنا الام العمود الفقري.